خلال اجتماع لجنة متابعة تسيير صندوق محاربة كورونا، رئيس الجمهورية يؤكد أن الصندوق موجه إلى الطبقات الهشة لمساعدتها على مواجهة التأثيرات الناجمة عن الجائحة. الوزارية المكلفة ببرنامج أولوياته تعرب عن ارتياحها لتقدم تنفيذ المشاريع والأنشطة المدرجة في هذا البرنامج. الوزير الأول يطلع ميدانياً على وضعية مكبات النفايات المؤقتة بالعاصمة ويعطي تعليماته بتسريع عملية نقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. أينما كنتم مشاهدنا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الثامنة من قناة الموريتانية لهذه الليلة. معكم فيها سلمى سوكو ومحمد بديدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بأسماء عثمان التي سترافقنا بلغة الإشارة. أهلا بك سلمى. أهلا بكم مشاهدنا الكرام. أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين اللواء عبد الله والأحمد عيشة قائدا لأركان الدرك الوطني. ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي اجتماعا للجنة متابعة تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، وشكل الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول طريقة تسيير الصندوق والعراقيل التي تواجه عمله. وأكد مختلف أعضاء اللجنة من موظفين ساميين ودبلوماسيين ومنتخبين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني في مداخلاتهم خلال الاجتماع الذي على الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في التخفيف من آثار الجائحة، واستعرضوا بإسهاب مختلف المشاكل التي يمكن أن تشكل عرقلة أمام أداء الصندوق لمهمته. وطمأن رئيس الجمهورية في هذا الإطار المتدخلين على أن الصندوق موجه للطبقات الهشة من أجل مساعدتها على مواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا، كما طمأنهم على مواصلة نهج الشفافية في تسيير الصندوق وتعزيز آليات المراقبة الدائمة لموارده وتحديد أوجه صرفها. وكلف رئيس الجمهورية وزير المالية بتدليل كافة الصعاب التي تم طرحها وتلك التي أعاقت متابعة تدخل الصندوق على المستوى الجهوي، منبها إلى الدور المنوط بوسائل الإعلام في هذا الصدد. وشكر رئيس الجمهورية كافة المتدخلين وخاصة المانحين على دعمهم لبلادنا في هذه الفترة بالذات، مذكرا بالهدف الذي من أجله تم استحداث الصندوق والمتمثل في مواجهة الجائحة وتأثيراتها وتخفيف وطأتها على السكان وتمكين القطاعات الحكومية من مواصلة برامجها التنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. سلمى، وفي سياق متصل، شددت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19 خلال اجتماع عقدته اليوم بالوزارة الأولى برئاسة الوزير الأول السيد محمد البلال على ضرورة تسريع إجراءات اقتناء اللقاحات المناسبة من حيث الآمان ومتطلبات الحفظ وبدء عمليات التطعيم في أقرب وقت ممكن، لأن ذلك هو أنشع وسيلة لمواجهة انتشار هذه الجائحة. واستعرضت اللجنة الحالة الوبائية في البلاد وسجلت ارتياحها، لأن منحنى الجائحة بدأ بفضل الله يتجه نحو الاستقرار، مما يؤكد فعالية الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة حتى الآن والحاجة إلى الاستمرار فيها إلى حين كسر هذا المنحنى وتحسين الحالة الصحية في البلاد. كما التأمت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج أولويات الموسع لرئيس الجمهورية تحت رئاسة الوزير الأول السيد محمد البلال، وعكفت اللجنة على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مكونات هذا البرنامج، وبحثت السبل والوسائل الكفيلة بتسريعه وتذليل العقبات التي تعترضه تجسيدا للغايات والأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لهذا البرنامج الذي يصب بمختلف مكوناته في مصلحة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف العامة لحياة المواطنين. وقد لاحظت اللجنة بارتياح أن تقدم تنفيذ المشاريع والأنشطة المدرجة في هذا البرنامج يسير بوتيرة مرضية بشكل عام في إطار مناخ من التفاهم الجيد والتنسيق السلس بين جميع القطاعات المعنية به.
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير الأول الوزراء كلا فيما يخصه إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ هذا البرنامج وإلى الإشراف ميدانيا على سير مختلف الأنشطة التي يقام بها والحرص على تذليل كافة العوائق التي من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل تقدمها على أن يواكبوا جهودهم بحملات تحسيس للمواطنين على المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا الإطار. سلمى، اطلع الوزير الأول السيد محمد البلال مساء اليوم ميدانيا على وضعية مكبي النفايات المؤقتة بالعاصمة، وذلك رفقة عدد من أعضاء الحكومة والسلطات الإدارية بولايات نواكشوط الثلاث. وتعرف الوزير الأول على الطرق المتبعة للحد من تأثير هذه المكبات على الوسط البيئي في نواكشوط، كما أعطى تعليماته بتسريع عملية نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك. من مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية، استهل الوزير الأول السيد محمد البلال زيارته الميدانية رفقة عدد من أعضاء الحكومة والسلطات الإدارية للوقوف على مكان التجميع المؤقت للنفايات التي تنتجها الولاية يوميا، والتي تعتبر مصدر إزعاج للمواطنين وتؤثر بيئيا على الوسط الحضري الذي توجد به هذه المكبات المؤقتة. كما اطلع الوزير الأول والوفد المرافق له على ظروف عمليات تجميع القمامة ونقل خارج العاصمة، وقدمت له شروح تفصيلية من القائمين عليها حول السبل المتبعة في تجميعها قبل أن يتم نقلها إلى المكب الرئيس. المحطة الثانية كانت محطة التجميع المؤقت للقمامة بمقاطعة الميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية، حيث وقف الوزير الأول والوفد المرافق له على جبال القمامة وعاين سير عمليات تجميعها وشحنها بالسيارات إلى المكب الرئيس. كما قدم له القائمون على النقطة شروحا مفصلة عن سير العمل والطرق المتبعة للحفاظ على الوسط البيئي من تأثير هذه النفايات. واختتم الوزير الأول زيارته التفقدية بالمكب المؤقت في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، فمنها تعرف على ظروف العمل المتبعة من قبل القائمين على نقطة تجميع القمامة، واستمع من السلطات إلى عملهم اليومي المتمثل في متابعة التنظيف داخل شوارع المقاطعة. وفي المحطات الثلاث أعطى الوزير الأول تعليماته للقائمين على نقاط تجميع القمامة بتسريع وتيرة العمل من أجل نقل القمامة من هذه المكبات للحد من تأثيراتها السلبية على الوسط البيئي داخل العاصمة. وقد ترأس الوزير الأول السيد محمد والبلال مساء اليوم لجنة وزارية خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في معالجة فعلية وناجعة ومستدامة لمعضلة النفايات الصلبة في مدينة نواكشوط وتراكمها والفوضوية الواضحة في عمليات نقلها وطمرها وحل مشاكل الساكنة المتواجدة بالقرب من مواقع دفن هذه النفايات. وقد حضر الاجتماع الوزاري ولاية نواكشوط الثلاث ورئيسة المجلس الجهوي للمدينة والمدير العام للشركة التي تتعاقد مع الدولة من أجل القيام بعملية تنظيف العاصمة. وقد وجه الوزير الأول كل الأطراف بوجوب احترام جميع التزاماتهم التعاقدية وتذليل كل العقبات التي تعرقل العمل، كما طلب من الوزراء والولاة متابعة مشددة ميدانيا لعمل الشركة SMTD التي التزمت بتكثيف العمل وبوضع نظام أكثر رشاعة لنقل وجمع النفايات الصلبة في مواقع انتقالية في انتظار تحويلها لأماكن الطمر، وأنه يترتب أن يرى المواطن نتيجة هذا العمل في أسرع وقت ممكن. من الأنشطة البرلمانية في هذه النشرة، خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم في نواكشوط برئاسة السيد محمد ولد محمد مبارك رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 5/2000 الصادر بتاريخ 18 من يناير 2000 المعدل المتضمن مدونة التجارة. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل السيد محمد محمود الشيخ عبد الله والبيا، استعرض فيه التعديلات التي سيتم ادخالها على مشروع القانون، مشيرا الى ان هذه التعديلات تاتي في اطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية بغية إعداد قانون تجاري عصري وفعال يتلائم مع المعايير الدولية في هذا المجال. بدأت وزارة التشغيل والشباب والرياضة في إطار برنامج خدمات عمل منصة رقمية مخصصة لإعداد رخص العمل.
تأتي هذه المنصة في إطار الجهود التي يقوم بها قطاع التشغيل والشباب والرياضة من أجل مرتنة اليد العاملة وتطوير الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال التشغيل. رخص العمل آلية من آليات العمل المستخدمة في جميع بلدان العالم لحماية اليد العاملة المحلية، ومن أجل تسيير وتسهيل إجراءات إيداع ملفات الحصول على هذه الرخص وتأمينها، تم على مستوى برنامج خدماتي بوزارة التشغيل والشباب والرياضة إعداد منصة رقمية لهذا القرض. فم كفاءات موريتانية لابد من ود معروف لها شيء، والشركات الأجنبية اللي تشتغل هون خاصة في بعض المجالات اللي تتطلب مهارات دقيقة، لاحظنا أن فيها يسر من اليد العاملة الخارجية للجانب. وكيف تعرف من النصوص تنظم هذا القطاع، ونحن قمنا السنة في إصلاح هذا القطاع اللي نقال له الرخص اللي اليد العاملة الأجنبية، ومن بين ذوك الأهداف أن يمكن هذا الإصلاح من إعطاء العناية التامة لليد العاملة الموريتانية. كيف تعرف هم فعلا نقص في المهارات، يقرم لهم تحسن ملحوظ في بعض المجالات، وهذا الإصلاح مكننا إلى حد الساعة أعلننا تقريبا ندمجوا 200 شاب موريتاني متخصصين في مجالات يطلبهم خاصة قطاع المعادن، وهذا في الحقيقة يعد أنه إنجاز مهم. حتى المنصة الرقمية التي بدأت على مستوى القطاع المعدني ترمي من خلالها وزارة التشغيل والشباب والرياضة إلى تنفيذ خطة الحكومة الهادفة إلى مرتنة الوظائف ودعم اليد العاملة الوطنية. وهذه المنصة لها تمكننا من حل بعض المشاكل اللي كان عندنا. المشكلة الأولى هي تأمين الرخص. للأسف الشديد في السنة الماضية تم تزوير قدر من الرخص، وبالتالي عندنا محتاجين لعلنا نقدر نأمن الرخص من ذلك، وعادة رخص رقمية ما قد تزوى. النقطة الثانية وتسهيل الإجراءات ما يتعلق بداع الملفات من طرف المؤسسات. عادة المؤسسة مباشرة تم إيداع الملف عبر المنصة الرقمية، ويتم التبادل الرسائل من خلالها، واللي كامل من الملفات مستوي الشروط يقدر يتم المصادقة عليه، واللي خاصته عنده نواقص ينبه عليها من خلال المنصة، واللي ما هو قاد ما يستوفي الشروط نهائيا ولا يقدر تنعطى له رخصة توضح. يا الرخصة ما تقدر تنعطى الأجنبي في عمل يقدر يعدله موريتاني. يمر إنتاج رخص العمل بعدة مراحل قبل إصدارها بشكل بيومتري مؤمن وغير قابل للتزوير. الرخصة مؤمنة عن طريق هذا الكود QR اللي يسمح أن أي رجاج عنده كونكسيون في تليفونه يسكاني الكود QR يعود يطلع له مباشرة من دراية كان هاي الرخصة، كان رخصة صادرة فعلا عن وزارة التشغيل ولا رخصة تم تزويرها. ينص القانون المحدد لشروط عمل اليد العاملة الأجنبية على أن الشركات سواء كانت محلية أو أجنبية لديها الحق في توظيف الأجنبي شرط ألا تتوفر مهاراته محليا. نحن شركة فاعلة في قطاع الصناعي، ونحتاج فعلا خدمة مثل هذه تتيح لنا ترخيص العمال الأجانب اللي نحتاج لهم في الخدمات. بالتأكيد الحاجة لهم تتطلب أن يتم تنظيم هذا القطاع بحيث نعرف مدى استفادة القطاع المحلي والصناعي من هذه الخدمات، وهذه المنصة الرقمية تتيح لنا تقدم بالترخيص والحصول على ترخيص في أوقات ملائمة ومتابعة، وتتيح لنا أيضا أن نتابع وضعية الرخص، وتكون فم شفافية أيضا في الحصول عليها وتنظيم هذا المجال. ويعمل قطاع التشغيل بالموازاة مع إصدار هذه الرخص على تطوير الخبرات المحلية ودعم الكفاءات المهنية تعزيزا لمرتنة اليد العاملة والحد من الخبرات الأجنبية في سوق العمل الوطنية. علق كل من وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ووزير المالية، ووزير التشغيل والشباب والرياضة مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير. نتابع فيما يلي ملخصا لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. شكل المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة
مناسبة لوزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة محمد ماء العينين اللي استعرض خلالها مجموعة القوانين والمراسيم والبيانات الصادرة عن اجتماع الحكومة الأخير، وذلك قبل أن يفسح المجال أمام أعضاء الحكومة للحضور للتعليق كل في مجاله. وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كان عثمان مامودو في شرحه لمرامي مشروع المرسوم المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا أن هذا المشروع يهدف إلى جلب الاستثمار الأجنبي للبلد، مبرزا ضرورة متابعة الرخص الممنوحة. وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أن هذه الوكالة ستقوم بخدمة الشبابيك الموحدة من خلال تسجيل وتنفيذ المشاريع، حيث أن الشبابيك الموحدة في نسختها الجديدة ستواكب المستثمرين في إنشاء مشاريعهم ومتابعتها عمليا، هذا إضافة إلى متابعة الاستثمارات الموجودة في البلد بغية استمرارها. وفي تعليقه على مشروع التسوية النهائية لميزانية 2019 أوضح وزير المالية الملامح العامة لتنفيذ ميزانية 2019 من إيرادات ونفقات مقارنة بما كان متوقعا لها. قد وصل تنفيذ الموارد الميزانوية لسنة 2019 مستوى 58.9 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.8% مقارنة بالتوقعات، في حين وصلت النفقات المنفذة 47.8 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 97.25% من التوقعات. ونتيجة لزيادة الموارد والتحكم في الصرف، فقد حقق تنفيذ ميزانية سنة 2019 فائضا قدره 11 مليار أوقية جديدة، متجاوزا بذلك الفائض المتوقع في قانون المالية المعدل، والذي كان يصل إلى 7 مليار أوقية جديدة. وقد ساهم هذا الفائض المحقق في تسديد أقساط الدين الخارجي بمبلغ 6.6 مليار أوقية جديدة، إضافة إلى تحسين الوضعية الصافية للحكومة في سجلات البنك المركزي. وأضاف وزير المالية أن محتوى قانون التسوية سيتحسن مع اكتمال تطبيق الإطار الجديد الذي سيكتمل في عام 2023، مبرزا ما سيحققه نظام المحاسبة الجديد من تسوية في عديد الأمور كمستوى الرقابة اللاحقة على الميزانية. مشروع المرسوم المتضمن تغيير تسمية وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب هو الآخر كان مجال عرض وتعليق من طرف وزير التشغيل والشباب والرياضة. كيف تعرفوا وكالة تشغيل قالها لنا بيج اللي كانت عندنا كالوسيلة الوحيدة لمعالجة إشكالية البطالة، ولكن احنا بورا جينا قبضنا بعض الإجراءات لتوسيعة الدوائر وخاصة الهيئات اللي تنظيم الهيئات اللي تتعلق بمعالجة البطالة. كيف تعرفوا هي رواية متعقدة ولا بد لها من أعيد رؤية جديدة وآليات جديدة، والوكالة في الحقيقة هذا إعادة التنظيم مرسومة المستجدات هو اللي في الحقيقة فهم شقين في هذا الإصلاح، شق مؤسسي والشق تنظيمي، وذي اللي قدمنا اليوم هو الشق اللي يتعلق بالتنظيم المؤسسي. وحول الدعم المقدم لمؤسسات التعليم الخصوصي في إطار برنامج أولويات الموسع، أكد وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة أن قطاعه طلب من تلك المؤسسات تقديم طلبات تحتوي على الشروط المطلوبة وأن المبلغ المذكور جاهز. برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية يتضمن مبلغ 1.5 مليار من الأوقية القديمة، دعم المؤسسات التعليم الخصوصي مستويات كاملة، التعليم الأساسي والثانوي والعالي والفني. وزارة المالية رصدت هذا المبلغ اللي عاد اليوم موجود. المؤسسات تم دعوتها لأنها تقدم بالشروط اللي مطلوبة، اللي هي أنها تعود مؤسسة معترف بها رسميا، تعود مؤسسة مفتوحة تخدم،
تعود مؤسسة عندها حساب مصرفي لمؤسسات كاملات اللي تقدموا بالمعلومات اللي هي يعتبروا الجزء الأول من التمويل ذول أيام، اللي ما قد يتوفر عليه ذول أيام اللي هي يعتبروا في مرحلة ثانية إن شاء الله. أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم النقطة الصحفية اليومية عن الوضعية الوبائية في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. وقد تميزت الوضعية اليوم بتسجيل 285 حالة شفاء و173 إصابة جديدة بكوفيد-19 و8 وفيات. تم تسجيل 173 من الإصابات الجديدة، من ضمنها 11 مخارطين و162 من الحالات المجتمعية. خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 285 من حالات الشفاء الجديدة، فيما للأسف تم تسجيل 8 وفيات، نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفي، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 14364، من ضمنها 8832 من المخارطين و5347 من الحالات المجتمعية و185 من الحالات الوافدة. بلغ كذلك إجمالي الشفاء منذ بداية الوباء 11380، فيما بلغ للأسف إجمالي الوفيات 347. تبلغ الحالات النشطة اليوم 2637، من ضمنها 2479 بدون أعراض، 84 بأعراض خفيفة، و74 حالات حرجة، نسأل الله العلي القدير لهم الشفاء. تتوزع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي: إصابة واحدة في أمرش، خمسة في باسكنو، ستة في النعمة، اثنتان في تنبتغا، اثنتان في العيون، واحدة في كوبني، واحدة في الطينطان، واحدة في كيفة، وإصابتان في ألاك. ثلاث إصابات في واد الناقة، واحدة في أطار، ثلاثة في نواذيبو، اثنتان في المجرية، إصابة واحدة في قابو، إصابة واحدة كذلك في وليانشا، تسع إصابات جديدة في الإقصر، واحدة في السبخة، 34 في تفرق زينة، 6 في دار النعيم، 28 على مستوى مقاطعة تيارت، 20 في توجنين، 25 في عرفات، 5 إصابات في مقاطعة الميناء، و13 في مقاطعة الرياض. بالنسبة للفحوص الجديدة تم إجراء خلال 24 ساعة الماضية 1745، من ضمنها 294 من فحوص المتابعة و1451 من فحوص التشخيص، موزعة على 1124 من الفحوص السريعة و327 من فحوص PCR. أما بالنسبة لتوزيع الفحوص حسب الولايات، فقد تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 218 على مستوى الحوض الشرقي، 30 فحص جديد في الحوض الغربي، 109 في العصابة، 32 في غورغول، 108 في البراكنة، 48 في ترارزة، 26 في ولاية أدرار، 61 في داخلة نواذيبو، 25 في تقانت، 30 في قديماقة، 16 فحص جديد في ولاية تير زمور، 93 على مستوى ولاية إنشيري، 649 في ولاية نواكشوط الغربية، 168 في نواكشوط الشمالية، و132 في نواكشوط الجنوبية. أما بالنسبة لإجمالي الفحوص منذ بداية الوباء، فقد تم إجراء 150375، من ضمنها 22123 من فحوص المتابعة، و128252 من فحوص التشخيص، موزعة على 100748 من الفحوص السريعة TDR، و 26504 من فحوص PCR. تسلم مركز استطباب الأم والطفل ومستشفى الصداقة معدات ولوازم طبية مقدمة من جهة نواكشوط. تهدف هذه المساعدات إلى مواكبة وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة للتصدي للموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 ودعم المرضى المحتاجين في هذه الظرفية الصعبة. مساعدات طبية مقدمة من جهة نواكشوط لصالح مركز استطباب الأم والطفل ومستشفى الصداقة. المساعدات تتمثل في مغذيات طبية وحقن وعقاقير، إضافة إلى مؤقمات ومضادات حيوية ومعدات لفحص الدم. وترمي جهة نواكشوط من خلال هذه المساعدات إلى مواكبة الجهود المقام بها للتخفيف عن المرضى. جينا إياك نقدم هدية متواضعة جداً،
وراجين إن شاء الله أنها تساهم في الجهد القيم المقيوم به، سواء في ظرفية الاستثنائية اللي ظرفية الجائحة جائحة كوفيد 19، وسواء في العمل العادي. راجع إن شاء الله أن الهدية المتواضعة اللي أنا نقول عنها متواضعة هي غير مهمة في نفس الوقت، باللي لا يتعود إن شاء الله عندها ديمومة، ذاك هو الإلهي يأكد أهميتها. راجع إن شاء الله أنها تساهم تخفيف معاناة هذا المواطنين مرضى ولا سيما ذيك الفئة منهم اللي محتاجة. القائمون على المؤسستين الصحيتين المستفيدتين ثمنوا تقديم هذه المساعدة، خاصة في هذه الظروف التي تتسم بتفشي الموجة الثانية من كوفيد 19 وما ينجم عنها من آثار وأعباء على المرضى بشكل خاص. هي فرصة أن نشكر الجهة للدعم والعون اللي بالنسبة للجهة دونه بسيط، احنا نقول أنه مهم باللي هذا كل شيء كامل يعاون المرضى، نقول أنه مهم وكبير، وإن شاء الله هذا العون اللي عدلته ويدور إن شاء الله يوصل المرضى بحالته اللي أعطيته، ونتمنى أن تعود هذه بداية عون بين الجهة ومستشفى الصداقة، وأنه إن شاء الله يستمر. المساعدات الثانية من نوعها المقدمة من قبل جهة واكشوط بالشراكة مع طيارين بلا حدود ستكون دورية لصالح الأطقم الصحية وفق تقرير القائمين عليها. تسلمت بلدية تبرغ زينيا صباح اليوم كمية من مواد التعقيم والكمامات وغيرها من وسائل الوقاية مقدمة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وستساهم هذه الهدية في تعزيز جهود البلدية لمواجهة جائحة كورونا في موجتها الثانية. بلدية تفرغ زينة تستفيد من المواد للتعقيم وبعض الأدوات الوقائية ضمن جهودها الميدانية لمواجهة انتشار جائحة كورونا. الهدية المقدمة من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان تمثل دعما للبلدية في تمكين المواطنين من أدوات الوقاية وحثهم على التقيد بإجراءات السلامة. هذه الهدية اللي هي عبارة عن كمية معتبرة من الكمامات والسائل المعقم، وهذا جهد يذكر في الشكر ويدخل في إطار دعم السلطات المحلية والحكومة في عمل التحسيس اللي مقيوم بها بصفة دائمة ضد هذه الجائحة اللي عمت على جميع أنحاء العالم. هون نختار نشيد بمجهود صندوق المتحدة للسكان اللي عدل ياسر من التدخلات على مستوى بعض من القطاعات، واليوم يظهر تعاون ودعمه في المجموعات المحلية عن طريق بلدية تبرغ زينة. الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد سايدو كابوري أوضح في كلمته أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم جهود السلطات المحلية بأدوات ووسائل الوقاية لمواجهة هذا الفيروس عبر توزيعها على المواطنين لحثهم على الالتزام بمعايير السلامة الصحية. وستعمل بلدية تفرغ زينة على توزيع هذه الأدوات الوقائية على المواطنين في الأحياء السكنية والأسواق والإدارات العمومية في البلدية لتمكين الجميع من اتخاذ كافة التدابير والحيطة للوقاية من هذا الفيروس. تشكل البنوك في العاصمة وجهة لعشرات الزبناء في ظل ازدحام ملحوظ هذه الأيام، ويسجل غيابا وعدم احترام للإجراءات الاحترازية لدى بعض مرتادي هذه البنوك نتيجة لحيويتها وأهميتها في الحياة اليومية للمواطنين. تعمل المؤسسات البنكية بالعاصمة نواكشوط على مواجهة فيروس كورونا، وتتخذ المصارف العديد من الإجراءات الاحترازية أثناء مختلف المحطات التي يمر بها الزوار الذين يشكلون تجمهرا أمام وداخل هذه المؤسسات، خاصة في الأيام الأخيرة من كل شهر. الإجراءات تبارك الله ما شاء الله مطبقة هون، بدءا بتعقيم الأيدي عند الدخول، والكمامة هون إجبارية، والتباعد بين زبناء البنك. شوف هاي إجراءات ضرورية، والبنك قطعا وحريص عليها وعماله، ولكن فهم صعوبة في تعاطي المواطنين معها. وتفرض بعض هذه المؤسسات البنكية إجراءات معينة تتمثل أساسا في تنظيم التباعد بين الزبائن من خلال وضع هذه المربعات، إضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة أو ما يحل محلها. البنك نفسه
وما في الإجراءات اللي يلا يغير المواطن عنده ناقص في الجوانب يكلمكم عنه. واحد ما هو قاع متبالي عنده ناقص في الوعي الثقافي، ثقافة صحية طبعا، وواحد اللي ما هو متبالي يقول على انه لا سبب منه ولا يدور يخلق له ما الى ذلك من الامور، واحد مجتمع المدني اللي عنده ثقافة صحية واللي شاف ان كارثة يجب المحافظة منها في البنوك وفي اي مكان اخر. وتشكل المؤسسات البنكية وجهة للكثير من المواطنين، لذا فلا غنى عن الالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بها سبيلا الى الحد من انتشار العدوى داخل هذه المؤسسات. ننتقل إلى ولاية غرغل، حيث شهدت مدينة كيهيدي صباح اليوم إطلاق العديد من الأنشطة التحسيسية حول ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا. سلمى، وتشارك في هذه الحملات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية بإشراف ومتابعة من السلطات الإدارية بالولاية. وتيرة التحسيس ترتفع على مستوى ولاية غرغل مع تكثيف السلطات الإدارية لحملاتها بمشاركة مختلف هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في الولاية. هذه المرة يعطي والي غرغل السيد أحمد نورسي دبا إشارة انطلاق حملة تحسيسية منظمة بمبادرة من بعض المنظمات غير الحكومية، ستشمل بلديات كيهيدي، نيروالو، لكسيبة وجول، وذلك دعما للجهود المحلية لتصدي لوباء كورونا. منظمات غير الحكومية الوطنية طالبين من المزيد في هذا السبيل، لأن الوقاية خير من العلاج، وإلى حد الساعة ما فم شيء قد يقدم إلى حد الساعة يكون تحسيس وتعبئة المواطنين من أجل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للوقاية من هذا المرض. شاكرينهم، طالبين منهم زيادة المجهودات على مستوى المقاطعات وعلى مستوى المراكز الإدارية وعلى مستوى البلديات الريفية. إياك تعم إن شاء الله هذه الفائدة من التحسيس، وإياك تعم هذه المواد المقدمة من طرف هذه المنظمات غير الحكومية، اللي شاكرهم مرة أخرى وراجينهم إن شاء الله التوفيق. رئيس المجلس الجهوي لغرغل السيد با أمدو شكر المنظمات المشاركة في هذه الحملة على مواكبتها لعمل السلطات العمومية لتحسيس السكان، مثمنا باسم المجلس الجهوي مستوى التوعية والتحسيس على مستوى الولاية. وبدوره أشاد عمدة بلدية كيهيدي سيد طهر برجو بديناميكية العمل التحسيسي والذي شاركت فيه كافة الأطراف من سلطات إدارية ومنتخبين وهيئات مجتمع مدني. نشاط تحسيسي آخر احتضنته مدينة كيهيدي بحضور السلطات الإدارية والبلدية يمثل جانبا من جوانب الحراك التحسيسي في ولاية غرغل. البداية كانت من الساحة الواقعة قبالة بلدية كيهيدي، حيث شارك العشرات من الشباب والمتطوعين في حملة تحسيس استهدفت سوق المواشي الذي يمثل نقطة تواجد يومي للمنمين والمتسوقين. كما شملت الحملة محطة النقل الرئيسية، وفي كل هذه المحطات تقوم المنظمات المشاركة في هذه الحملة بتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الصحية بهدف محاصرة وباء كورونا الذي سجلت منه 17 حالة في ولاية غرغل منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. توصل المراكز والنقاط الصحية بمدينة كيهيدي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. وتجسد الطواقم الطبية في النقطة الصحية الخاصة بالنساء والأطفال بحي التنزاه مستوى احترام وتطبيق تلك الإجراءات. النقطة الصحية بحي التنزاه بمدينة كيهيدي تشدد الإجراءات الاحترازية اليومية الخاصة بجائحة كورونا وفقا لتعليمات الجهات الصحية الجهوية، فإليها يعهد تطبيق تلك الإجراءات كافة، إضافة إلى المعاينات اليومية لزوار المركز الصحي وهم في الغالب من النساء والأطفال. عندما يزور هذا المركز الصحي لا بد يقوم بغسل اليدين بعد قاع سابق يدخل قدام، وقياس درجة حرارته، تعود ما عنده مشكلة يتفضل يدخل في الطبيب يداو، ولا عنده مشكلة ونحن هون على سبيل الارتداء يعود عندهم اللي كمام والله ثلاثة ملحفته. النقطة الصحية كان يجبر عندها قبال متين، يجبر عندها بعض الأيام القبال، يقير نظر لإجراءات الاحترازية، احنا قاعد ما نقبلوها نخلوهم يجمع لا حد يجي
يقبض الدوار الله يعدل ذي الدوار يعدل قوم باستشارة نطلصه نظرا للإجراءات الاحتضاراتية الموصي بها من عند إدارتنا نحن هون من عند وزارة الصحة والإدارة هون مولي وفرت لنا جميع 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 وسائل وسائل الإجراءات كيف كمامات قفازة ووسائل قصر ليدي وتعقيم. ويوجد بالنقطة الصحية جناح خاص برعاية المصابين بسوء التغذية يقدم الخدمات الأساسية لمرتاديه، ونظرا للظروف الصحية العامة التي تفرضها جائحة كورونا اتخذ الجناح عدة إجراءات تهدف إلى وقاية نزلائه. بين هنا شكلين من سوء التغذية، عندنا سوء التغذية الحاد ذاكلين قال له كرينص هذا، وعندنا سوء التغذية المتوسط مدير ذي اللي قال له مدير غير مسائل اللي جات الموجة الثانية من كورونا كوفيد 19 في هذا عندنا ذوك المبار نقبضون مبار هنين ذاك ونفتحوا نجروا فيه حصائر متنظمة ونبعدوا الإليات نقول لهم لا تقعد واحدة قريب من الأخرى كل واحدة نتخلي بينها مع الأخرى ديستانس تقريبا ميطر والله تقريبا ذاك ودما يقعدوا في بليد ونطوم التوقيع لحسب كورونا النظافة والصحة. جهود متلاحقة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية هنا بالنقطة الصحية بحي تنزاه خشية تسلل عدوى فيروس كورونا إلى زوار النقطة التي تستقبل سكان الحي من كافة الفئات والأعمار. قناة الموريتانية محمد بلال، النقطة الصحية بحي تنزاه. والآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة كيهيديا مراسلنا محمد البلال والفاقة والشيباني من واديب ومن مدينة يطار عبد الرحمن والشدمو. أهلا بكم جميعا معي في هذه النشرة. لو بدأت معك محمد البلال من كيهيدي، محمد طبعا بعد مساء الخير، ما الجديد على مستوى الوضعية الصحية في ولاية غورغور وما آخر تطورات حملات التعبية والتحسيس بالولاية زيادة على ما ورد في تقرير الزميل محمد علي السالك؟ شكرا لك زميلي محمد، تحية لك ولسلمى أيضا وتحية لمشاهدينا الكرام. فعلا عملية تحسيس والتعبية التي تشهدها هذه الولاية ولاية غورغور والتي يعني تجوب مناطق عدة من هذه الولاية هي السلاح الوحيد ضد جائحة كورونا حسب السلطات الإدارية والصحية والأمنية هنا، وكذلك حسب الهيئات والمنظمات الغير حكومية والروابط الشبابية الناشطة في مجال التوعية والتحسيس. الجديد في جائحة كورونا على مستوى هذه الولاية هو الإعلان التام من طرف السلطات الإدارية والصحية إلى جانب هذه المنظمات بأنه لا وقت ولا كذلك تكاسل ولا تهاون في مجال التعبئة والتحسيس ضد هذه الجائحة. هذه التعبئة والتحسيس اليوم شملت مناطق الولاية وخاصة هنا على مستوى العاصمة كيهيدي التي يعني شهدت تعبئة في مناطق تعتبر فيها كثافة أو تواجد كبير للسكان صحة التعبير. هذه المناطق هي منطقة سوق المواشي وكذلك نقطة العبور أو يعني مكان توقف السيارات. هذه المحلات شهدت اليوم تعبئة حقيقية وتجاوب من طرف السكان حول الارتداء الأيادي خشية انتقال العدوى بين السكان. الزميل محمد، فعلا أننا الليلة كباقي العالم سنودع هذه السنة، لكن دعني أقول مقولة هنا سمعتها ونحن في عملية تقصي الحقائق وأخذ عينات من أخبار الناس حول الجائحة وحول العام. دعني أقول هذه العبارة التي سمعتها، يعني يقولون بأنه كان عاما مريضا يموت وينتهي ويملون أن يكون عام 2021 أكثر يعني هدوء وأكثر سلامة وطمأنينة، لكن يقولون بالدخول إلى هذا العام لا بد من تشديد هذه الإجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية وكذلك التضييق على هذا الوباء لكي لا يتفشى أو لكي لا يرافقنا في سنة 2021 لا قدر الله. شكرا.
محمد، ونحن كذلك نتمنى لك أنت عاما سعيد وكل عام وأنت بألف خير، ومشاهدينا الكرام كذلك بألف خير، ونعتذر لهم عن التقطعات التي شابت البث المباشر وهي خارجة عن إرادتنا، تعود إلى ضعف شبكة الإنترنت على مستوى المدينة. نعود لمواصلة هذه النشرة، لكن معك سلمى. أدى والي العصابة السيد محمد ولد أحمد مولود زيارة تفقدية لبعض العيادات الطبية الخاصة بمقاطعة كيفا، وقف خلالها على جاهزية هذه المرافق في ظل جائحة كورونا، وطالب الوالي الطواقم العاملة في هذه العيادات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على احترام المراجعين لها، كما شدد على الجدية في التعامل مع الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 باعتبارها أكثر خطورة، ما يتطلب زيادة الوعي وتكثيف حملات التعبئة والتحسيس. وقبل أن ننتقل إلى تصريح الوالي بهذه المناسبة، نودع زميلتنا أسماء بنت عثمان التي رافقتنا في الجزء الأول من هذه النشرة مشكورة، حيث بالعودة إلى زيارة السيد الوالي أكد خلال تصريح له عقب هذه الزيارة على أهمية دور عمل عمال قطاع الصحة في مواجهة الجائحة والحد من مخاطرها. البدء تقريبا في أواخر شهر نوفمبر قمنا بزيارات ميدانية لكافة الأماكن اللي تشهد تجمعات وازدحام، ومن ضمنها المصحات الخصوصية واللي خلق عليها زحمة جديدة طارئة لها نظرا للمستشفيات مراكز صحية. فم تعليمات ان تنقص من الاستشارات وتنقص من ذاك العمليات اللي كانت تعد الفم، قد عوديك الناس اللي كانت تجي المستشفيات توجه الشر والصحات الخصوصيه اللي شكل نوع من الازدحام عند ابوابها. وفي الاطار جينا هون والتقينا بالطاقم الصحي اللي يشتغل هون، طبعا هم كاتدرا بشعابها يعرفوا ذاك اللي يتواصل في التحسيس وذاك اللي يلا قايمين بالدور على احسن وجه، غير هم اللي اخترنا بالمناسبه الا نوجهوا للمواطنين اللي يجيهم مريدين هذه المصحات انهم يلتزموا بالاجراءات اللي معروفه. الى ولايه تقانت، حيث نظم والي الولايه السيد المختار والحمده زياره ميدانيه لمركز الاستطباب في شجاع للوقوف على مدى جاهزيه لتكفل بمصابي كوفيد 19. الزياره مكنت الوالي من الاطلاع على المراحل التي وصل اليها تشييد مصنع الاكسجين بالمستشفى ومستوى تلبيه حاجيات الحالات الطارئه والمستعجله من الاكسجين، وختم الوالي زيارته بجناح مخصص لاحتجاز الحالات المصابه، حيث قدم له المدير المساعد للمستشفى السيد سيداتي والعمر جودة شروحا وافية عن طرق التعامل داخل المستشفى مع الحالات المصابة. وفي ختام هذه الزيارة بيّن الوالي أن هذا الجناح سيظل خاليا من الإصابات شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة. زيارة لمستشفى تشجج في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الوزارية لمحاربة الفيروس، وهذه الزيارة تهدف في الأساس إلى الوقوف على مدى جاهزية هذه المنشأة المهمة، وفي هذا الإطار نختار كذلك أن نطلع ساكنة الولاية والمواطنين الموريتانيين بشكل عام على حالة محاربة هذا الفيروس على مستوى ولاية تقانت. وفي البداية نختار نقول على أن بشكل عام من بداية الموجة الثانية إلى حد الآن تم تسجيل 23 حالة إصابة، الحمد لله الوفيات كانت لا ثلاثة، راجي من عند الله على أنه يتقبلهم وعلى أنه يأخذهم برحمة الواسعة. نختار مبشر ساكنة ولاية تقانت أعلنهم اليوم ما عندهم محجوز واحد بسبب كوفيد 19، وهذا عكس ياسر من الشائعات اللي تخوف الناس واللي تقول لهم على أن المرض أنه انتشر في جميع أرجاء الولاية وعلى أنه ضحاياه كثيرة. اليوم ده هم هون نتكلموا من بليدة ما يلا نقدر نتكلموا فيها في حالة فيه مصابين، يا غير مملي نختار نقولوا على انهم ما يلتزموا بالاجراءات على ان هذه البليده ما هي لا هي تم لا فارغه.
الولاية داخلة وأديب، حيث تعيش السوق الوراقات بوسط المدينة على وقع الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من تأثيرات الموجة الثانية من كوفيد-19. ويؤكد أصحاب الوراقات حرصهم على اتباع التعليمات والإرشادات ومواكبة المجهود الوطني الرامي للحد من تفشي جائحة كورونا. حركية نشطة لا تتوقف أمام الوراقات الواقعة بقلب مدينة نواذيبو، وتستقطب سوق الوراقات بالمدينة العشرات يومية من الباحثين عن طباعة أوراق أو استنساخها أو اقتناء ما يلزم من أدوات مكتبية ومدرسية وغيرها. وتعيش هذه السوق على وقع الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من المرحلة الثانية من كوفيد-19. هالوراقات اللي دائما نجوم هون ارتادونهم، يعني شو حاجات نشوف الناس دائما كثيرة داير الكمامات، وهذا مهم. يعني تعود محلات تجارية والأماكن العمومية أهلها مرتزمين وكلها عاطية تعليمات ما تخلي حد يكون دائرة كمامة، يعود ذاك مهم. هؤلاء الوراقات اللي دائما نجوهم نعدلوا عندهم شمل الهم وذا الشيء كامل، ملاحظين عليهم اللي دائما عندهم كمامات ومحاولين عليهم قدر الإمكان عليهم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، وحد ما عنده كمامة موجودة عندهم هم يقولوا لك أنك تشريها وتديرها والله ما عاد ما عندك أنك تحاول لا تبعد عنهم، وهذا ثقافة يالت المجتمع يعتاد عليها ويطبع عليها. مستوى الوراقات هنا تياها ظاهر اللي عن الناس لا ملتزمة شيء، ما لا تشوف بعد نوع قدر من الإجراءات الاحترازية من ديال الكمامات واللثمة، وتلاحظ وحدات منهم اللي عندهم المعقمات عندنا تدخل يعطوهم لك تعقم ايديك ولا شيء، ما انا ظاهر اللي عنه لا خارج نوع من الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. وتتباين اراء اصحاب الوراقات التي تزايت بشكل ملحوظ حيال مدى تطبيق حزمه الاجراءات المتخذه لمنع انتشار فيروس كورونا المنسجد بالمدينه. الجماعه هنا كلنا اللي داير كمام واللي داير حولي، والعادة مشكلة مع قضية الالتزامات إن شاء الله. الناس اللي تجينا الله، الناس اللي تجينا من كيف حد جاي من برا الخارج، والناس تشتغل في الشرايك ملتزمة. بالنسبة للناس الأخرى عادي ملتزمين بعد الإجراءات الاحترازية كاملة، واللي الناس كامل جينا منها كامل نقولوا على إنه لا يتباعد، إنه الناس لا تتباعد عن هذا الفيروس. لا يعطينا يجينا نشركم إن شاء الله. نحن الوراقات ملتزمين بالإجراءات الاحترازية. الناس اللي تجينا نقولوا لها بلين هذا المرض إنه خطير، وإن يلا كاملة تقبل احترازاتها منه. الناس يلا تتم دائما تدير الكمامات، تصقل أيديها بالماء والصابون. وفي ظل تنامي نشاط سوق الوراقات بالمدينة وما تملكه من مؤهلات تجارية باعتبارها نقطة جذب للعشرات يوميا، فإن الأمر يتطلب مزيدا من اتخاذ الحيطة والحذر من خلال التطبيق الصارم للتدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا ومحاصرته بعاصمة البلاد الاقتصادية. الفاغاوي للشيباني، قناة الموريتانية، نواذيبو. نبقى إذن في مدينة نواذيبو لينضم إلينا مراسلنا الفاغاوي للشيباني. أهلا بك، حدثنا عن مستوى الوعي بمخاطر الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19 خاصة لدى العاملين في القطاع الخاص وغير المصنف بالولاية. قبل أن أتحدث عن زيادة الوعي ومدى تطبيق التدابير الاحترازية، أشير إلى أن هذا القطاع، أي القطاع غير المصنف، يعتبر ثالث قطاع بعد كل من الصيد والاقتصاد البحري، من خلال أولا توفير اليد العاملة إضافة للاستثمارات التي دخلت في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تمثل أكثر من خلال تعدد هذه الوراقات وانتشارها على مستوى مدينة نواذيبو. فيما يتعلق بزيادة الوعي، يمكن القول بأن هناك وعي يتزايد لدى المواطنين، لكن أيضا هناك بعض الملاحظات كما ورد في التقرير. هذه الوراقات لا تزال تعمل بطرق البدائية من خلال تسليم الأوراق، أي أنه لا توجد قفازات، وهذا ما يستدعي أولا الوعي، لأننا نعرف بأن هذا الوباء ينتقل عن طريق اللمس، وبالتالي فإن وجود قفازات من خلال تسليم هذه الأوراق يعتبر أساسيا فيما يتعلق بزيادة الوعي. إضافة إلى أننا نحن لازلنا البعض منا يتعاطى مع هذا الوباء،
وكأنه غير معني به، وهو ما أسميه عدم الاكتراث أو عدم الاهتمام. فبالتالي القضية هنا لا تتعلق فقط بالمنظومة الإدارية أو المنظومة النظامية، وإنما تتعلق بالوعي والضمير الجمعوي لدى المواطنين، وهو ما يستدعي مزيد من أخذ الحيطة والحذر وكذلك الجدية في التعاطي مع هذا الوباء الذي سجلت منه ولاية داخلة وليبو خلال الموجة الثانية 80 حالة، من بينها 25 حالة تحت المراقبة، ومن بينها حالتين في المستشفى، ومن بينها حالة وفاة، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر وكذلك زيادة التدابير الاحترازية خاصة في هذا القطاع غير المصنف. نحن هنا نتحدث عن ورشات ونتحدث عن آلاف فرص العمل البدائية، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من أجل محاصرة هذا الوباء العالمي. نعم، مراسلنا الفاغاولي الشيباني حدثنا من مدينة واذيبو، شكرا جزيلا لك. سلمى، في مقاطعة ودان بولاية أدرار تم تسليم كمية من الكمامات محلية الصنع مقدمة من نائب رئيس المجلس الجهوي لجهة أدرار، وذلك لصالح المدارس. وستساهم هذه الكمامات في تطبيق الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا خاصة في الوسط المدرسي. دفعة أولى من الكمامات المحلية الصنع سيستفيد منها التلاميذ والطواقم التربوية بمقاطعة ودان، مقدمة من نائب رئيس جهة أدرار دعما للجهود العمومية في محاربة كورونا. وتتكون هذه الدفعة من 1000 كمامة أنتجتها النسوة في إطار مبادرة تهدف إلى توفير حاجة المقاطعة من الكمامات بأسعار رمزية. مثمنين هذه المبادرة اللي قامت بها هذه المنظمة لمنظمة نسوية، وشاكرين الأخ مولاي الزين نائب رئيس الجهة في أدرار على المجهود اللي يتمثل في 1000 كمامة مصنوعة محليا بأيدي نسوية محلية، وهذه تنضاف المبادرات خصوصية أخرى. وإضافة إلى أبعادها الوقائية، تهدف هذه المبادرة إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ذات البعد الاجتماعي وتشجيع العاملات فيها على الإنتاج للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة عليهن. 300 أسرة أعطت لها سلة غذائية وقسمتها على المدينة وعلى جميع أهل الريف، وتلبها عمل فك العزلة عن طريق الوجك وسقاية على مستوى جميع المناطق من عند القيوية أي شقيتين وغيرهم، وهذا اللام ذو الجهود اللي واحنا فيه برك لدعم الساكنة. هي مبادرة موجهة للطاقم التربوي وهو وتلاميذ خصوص حدود 1200 أو 1300 تلميذي وطاقم تربوي، وارتئينا بالبدل من عود شارينهم من عند نواكشوط والله من بلاد أخرى، عود داعمين بهم اللي هذا التجمع النسوي اللي هون ويقد عود ما عنده الكافي من الشغل، يعني هو منتوج محلي بحث على مستوى ودان وداعم تلاميذ ودان. المستفيدون من عمليتي الشراء وتوزيع الكمامات عبروا عن أهمية هذا التشجيع داعين الفاعلين إلى المزيد من الدعم. أشكر السلطات الإدارية وأشكر رئيس الجهة على الدعم اللي عدل النسوة واللي مخصص للمؤسسات التعليمية كافة في مقاطعة ودان بما فيها الثانوية والتعليم الأساسي. هذا الدعم اللي يمثل المنظمة كثير، لأننا نختار ناس كاملة تحت هذا رئيس الجهة من سلطات وبلدية وإدارة، لأنهم يدعموا هذا النوع من المبادرات ويدعموا النسوة على هذا المجهود اللي قائمين به، لا يوفر الاكتفاء ذاتي لمدينتهم من الآلات الاحترازية للكوفيد. وتستفيد من هذا المشروع الممول من طرف رابطة قافلة الخير 4 نسوة من معيلات الأسر، كما سيتيح التكوين 15 أخرى في مجال الخياطة. للموريتانية أحمد معلوم محمد، ودان. توفر سوق المواد الغذائية في مدينة شنقيط حاجات سكان المدينة الأساسية رغم شكوى المواطنين من غلاء الأسعار.
وتؤكد السلطات الإدارية في المقاطعة مراقبتها لحالة السوق من خلال لجنة محلية مكلفة بالعمل على تثبيت الأسعار. المحلات التجارية في سوق مدينة شنقيط تعرف وفرة في المعروض من مختلف المواد الأكثر استهلاكا على المستوى المحلي، وسط شكاوى من المواطنين تتعلق بتسجيل ارتفاعات في الأسعار طالت الكثير من المواد الاستهلاكية ضمن جملة مشاكل يسردها سكان المدينة في هذا الصدد. كان عندي كبك العتر من الناس 90% مستفادة منه ولو عنها الشهرة، والحية فيها واعر نظر من القليل الأمطار ناحية وعر الحيوان فيها، صعب الحيوان فيها واعر كامل دقيقة من اليافوقية، وما رزقيبته الكبيرة 18,000. التجار من جانبهم يؤكدون حالة غلاء في الأسعار تطل بشكل متجدد في فترة نهاية السنة، موضحين الآلية المعتمدة لتموين السوق وتزويدها بشكل دوري. المواد الاستهلاكية كاملة عندها مشكلة الوعر نهاية السنة، وعرت بشكل مولي وعر متين، ما هو الوعر أصلا معهود في العمال جايتين أصلا نهاية السنة، دائما البضاعة تنزاد شوي نسبة ضعيفة، ذلك البضاعة زادت المواد الاستهلاكية خصوصا زادوا نسبة 25%. التجار الكبار ما هم هنا، لا تجار عادي كلها يقبل الشيتو كمية ضعيفة ويجيبها وتو تم يبيع هذا البيع الضعيف يقل له شي يمشي له مولي يجي، ويجو كميات الكبار ما يخال، والوعر وعر خال أغر مولي جاي لا من هك. السلطات الإدارية على مستوى المقاطعة تؤكد عملها على ضبط الأسعار من خلال لجان مراقبة تتولى متابعة الأسعار تفاديا لأية مضاربات. وأوضح حاكم المقاطعة أن تلك اللجان تواصل عملها دون ورود شكاوى تتعلق بأية تعاملات قد تضر بمصالح المستهلك، معتبرا أن السوق ممون بشكل جيد وأن عمليات البيع والشراء تجري داخله في ظروف عادية. وهكذا يواصل المواطنون في مقاطعة شنقيط اقتناء حاجياتهم من سوق المدينة في تعاملات طبيعية تتعالى على جميع العوائق والإكراهات. عبد الرحمن جدم من مدينة شنقيط لقناة الموريتانية. ويبقى معنا عبد الرحمن والجدم، لكن هذه المرة من مدينة أطار. عبد الرحمن مساء الخير. عبد الرحمن، ما مدى تأثير الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 على توفر المواد التموينية واستقرار الأسعار على مستوى أسواق الولاية بشكل عام؟ تتميز ولاية أدرار بوقوعها في أطراف البلاد، حيث تمتد هذه الولاية على مساحات شاسعة، وتوجد بعض مقاطعاتها في شبه عزلة، خصوصا المدن التاريخية مقاطعتي شنقيط وودان اللتان تعتبر المواد الغذائية فيهما في حالة تتميز بمستوى من الخصوصية نظرا لبعد المقاطعتين وللتكاليف التي تضيفها عملية نقل المواد إلى أسواق هاتين المدينتين. وهذه الجائحة لم تؤثر تأثيرا مباشرا على تموين الأسواق هنا على مستوى الولاية، نظرا لأن الأمور تجري بشكل طبيعي والتجار يواصلون استيراد المواد كما هو معهود، ونتيجة لأن هذه موجة ثانية استفادت البلاد من التجربة التي خاضتها خلال الموجة الأولى، وكانت الموجة الثانية دون تأثيرات تذكر، إذا لم يمتد الحظر لساعات كثيرة تتطلب يعني ربما تؤثر على اقتناء المواطنين بعض الحاجات فقط، يعني نتيجة لظروف اقتصادية كما أعلنت الحكومة تم تطبيق الحظر بشكل محدد ومدد لاحقا، وهو يعني ما تم من خلاله تلافي مزيد من الآثار الاقتصادية التي كان سيعاني منها المواطنون جراء الجائحة، وبالتالي لم نرصد أي تأثيرات لهذه الجائحة. وحتى في حالة الإغلاق والإجراءات المشددة كانت السلطات تسمح بنقل المواد بين المدن
وكان آنذاك عزل المدن مقتصرا على حركة الأشخاص، بينما يعني الأسواق ظلت على حالتها طيلة الأشهر الماضية. ونحن الآن في نقترب من سياسة التعايش مع الفيروس، وبالتالي يعني الأسواق تعيش على حالة طبيعية. يعاني المواطنون من ارتفاع في الأسعار وهو أمر طبيعي، تعيد السلطات المعنية تعيده إلى يعني حالة من الاحتكار والمضاربات لم تستطع البلاد مغادرتها بعد، إلا أن المواطنين يؤكدون أن هذا الارتفاع واقع وأنهم يعانون جراءه، وينتظر أن يتأقلم المواطنون أكثر مع هذا الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد جراء الجائحة، وأن لا تؤثر إن شاء الله على مواردهم الاقتصادية. كل شكر لك عبد الرحمن والجدم، وكنت معنا من مدينة أطار عاصمة ولاية درار. مشاهدينا الكرام، نعود لمواصلة هذه النشرة، لكن سلمى أعتقد أننا سنعود إلى ولاية العصابة. نعم، نعود إلى ولاية العصابة، حيث تم في مقاطعة كيفا إحراق 6 أطنان من الأغذية والأدوية ومواد التجميل المنتهية الصلاحية بعد مصادرتها من قبل المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة والسياحة. يأتي إحراق هذه الكمية في إطار عمل السلطات على حماية المواطن والسهر على صحته. 10 كيلومترات من مدينة كيفا أحرقت مندوبية وزارة التجارة والسياحة أطنانا من المواد منتهية الصلاحية بعد مصادرتها من السوق. حاكم مقاطعة كيفا الذي أشرف على العملية أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن أخريات قيم بها هذه السنة للحد من انتشار المواد غير الصالحة للاستعمال ذات الضرر الصحي على المواطن. أن هذه هي العملية السابعة نقوم بها في مقاطعة كيفا خلال العام 2020، حيث تم إتلاف ما مجموعه حوالي 60 طن ما بين المواد المختلفة. بهذه المناسبة أشكر المندوبية الجهوية للتجارة على ديناميكيتها وعلى جهودها المحمودة من أجل حماية المستهلكين من هذه المواد الضارة. أيضا أشكر أولئك التجار الذين صرحوا من تلقاء أنفسهم بالمواد منتهية الصلاحية، أشكرهم على تعاونهم وروح المسؤولية الوطنية التي يتحلون بها. مندوبة وزارة التجارة والسياحة بولاية العصابة طالبت المواطنين المساهمة في إخلاء الأسواق من هذه المواد الضارة. عملية إتلاف كمية معتبرة من مواد منتهية الصلاحية ما بين مواد غذائية ومواد صيدلانية. المواد الغذائية قرابة 5 أطنان والباقي مواد صيدلانية. هاي المواد تمت مصادرتها في الشهر سبتمبر، ونطالب من هون على ان ساكنه كيفا توعى هذه القضيه وعلى انها تحاول على انها تعاوننا بياك نطهروا اسواقنا من هذه المواد الهتاكه اللي مسببه الياس من الامراض. مراقبه الاسواق ومصادره المواد المنتهيه الصلاحيه خطوه تعمل عليها الجهات الرسميه في ولايه العصابه بالتعاون مع التجار وسكان الولايه لضمان صحة المواطن. يوفر سد واركن الواقع على بعد 30 كيلومتر شمال مدينة النعمة ثروة مائية معتبرة تساهم في التنمية على مستوى المقاطعة. ويشكل هذا السد أحد نقاط المياه التي تشهد إقبالا واسعا من المنمين على مستوى المنطقة. على بعد 30 كيلومتر شمال مدينة النعمة يوجد سد واركن، وواحد نقاط المياه التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المنمنة نظرا لموقعه الجغرافي وسط المراعي، حيث تفد إليه كل صباح آلاف رؤوس الماشية من مياهه ترتوي متخذة من الأشجار المحيطة به ظلا ظليلا. التامور جيدة كيف ما قال الأخ، تشرب عليها قطعا أكثر من 8000 من البغر، والبلد اللي يشرب عليها منهم قاعد يكادوا يصفوا، والغنم والماشية كاملة الحمد لله موجودة هنا. بمحاذاة السد توجد منازل أهل القرية المعتمدين بشكل كلي على الثروة الحيوانية، حيث تقدر ثروتهم من الماشية حوالي 8000 من الأبقار و2000 من الغنم، وتعتبر القرية مزودا رئيسيا لمصنع الألبان بمدينة النعمة.
منطقة وركن وحدها فيها 8000 من البقر وفيها 2000 تقريبا من الغنم، وهي منطقة زراعية ورعوية. إلى جانبه التنموي، يعتبر سد وركن منطقة سياحية ووجهة مفضلة للعديد من هواة الطبيعة الخلابة. عبد الله يسلم، الموريتانية، سد وركن، ولاية الحوض الشرقي. مشاهدينا الكرام، هذه نهاية النشرة، إلى التذكير بالعناوين. خلال اجتماع لجنة متابعة تسيير صندوق محاربة كورونا، رئيس الجمهورية يؤكد أن الصندوق موجه إلى طبقات الهشة لمساعدتها على مواجهة تأثيرات ناجمة عن الجائحة. اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج أولويات تعرب عن ارتياحها لتقدم تنفيذ المشاريع والأنشطة المدرجة في هذا البرنامج. الوزير الأول يطلع ميدانيا على وضعية مكبات النفايات المؤقتة بالعاصمة، ويعطي تعليماته بتسريع عملية نقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت، وكذلك عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكن سلمى متابعة بثنا الإذاعي في نواكشوط عبر الموجة الترددية 101.9. مشاهدينا الكرام، كانت تلكم آخر نشرة للعام 2020. أول نشرة للعام 2021 ستكون مع زميلتي سلمى سوكو عند منتصف الليل. عاما جديدا وكل عام وأنتم بألف خير. تحية مني ومن باقي فريق العمل ومن زميلتي سلمى التي شاركتني تقديم هذه النشرة. إلى اللقاء.